اهلا بحضراتكم من جديد معنا مشاهدينا الكرام. طبعا مجموعه من الاجراءات المختلفه اللي تم اتخاذها من قبل الحكومه المصريه بعنايه وبرعايه وبتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجراءات اقتصاديه للتعامل مع الازمه الحاليه، الازمه العالميه، فيروس كورونا المستجد، تصريحات عده ادلى بها السيد الرئيس في لقائه بسيدات مصر في اطار وفي سياق الاحتفال بعيد المراه المصريه. كان من أهم وأبرز هذه التصريحات أو هذه الكلمات ضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وأيضا غيرها من الإجراءات، ومنها تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية. عن هذه الإجراءات وعن يعني موقف الحكومة المصرية في التعاطي والتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد على المستوى والشق الاقتصادي، يسعدنا أن يكون معي ومعكم وعلى الهواء مباشرة في استوديو هذا الصباح الأستاذ سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات. أستاذ سعيد صباح الفل وأهلا بك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. تسمح لنا في البداية نتوقف لمتابعة هذا التقرير التالي ثم نعود إليكم من جديد لبدء النقاش والحوار على الهواء مباشرة. حرصا من القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات بما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والجهات المعنية بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات بنسبة 14%، وذلك اعتبارا من العام المالي المقبل. ووفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتي تصل إلى 35 مليار جنيه هذا العام، وتقدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه في السنوات التالية. العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ 14% اعتبارا من العام المالي المقبل تتحملها الخزانة العامة للدولة ضمن قسط فض التشابكات، حيث أنه بنهاية هذا الشهر تكون وزارة المالية قد سددت 120.4 مليار جنيه لصناديق المعاشات من مبلغ هذا العام، والبالغ 160.5 مليار جنيه. كما سيتم تعديل نسبة زيادة قسط فض التشابكات السنوية المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح صناديق المعاشات لاستيعاب هذه الإجراءات وتوفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات المالية نحوهم. أجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، وأيضا أجدد التحية بضيفي الكريم في استوديو هذا الصباح الأستاذ سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات. أستاذ سعيد لك التحية من جديد، وبداية يعني كيف ترى مجموعة الإجراءات اللي تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية مؤخرا واللي أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه بعدد كبير من سيدات مصر في إطار الاحتفال بعيد المرأة المصرية فيما يتعلق بملف المعاشات على وجه الخصوص؟ أشكرك في البداية. ويعني هذه الإجراءات ممثلة في موضوع يعني أمر الرئيس بضم الخمس علاوات التي لم تضم إلى الأجور الأساسية، واللي يعني عاملة حالة جدل ومشكلة بقى لها أكثر من 13 سنة ما بين قضايا موجودة في المحكمة الدستورية ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، واستشكالات ويعني مسائل كثيرة جدا. تدخل الرئيس في هذا الأمر حسم هذا الموضوع بعيدا عن الأحكام القضائية وبعيدا عن كل هذه الأمور، فبالتأكيد له التحية وله الشكر من كل أصحاب المعاشات، لأنه بينهي مشكلة عملت حالة جدل وحالة أرق شديدة جدا لكل أصحاب المعاشات المستحقين لهذه العلاوات.
يعني الناس طب دول. يعني استاذ سعيد، يعني قربنا شويه من هموم اصحاب المعاشات، ايه المشاكل اللي كانت بتقابلهم، ايه الازمات اللي كانوا بيواجهوها، ازاي بهذه القرارات الرئاسيه الاخيره ممكن هي تساهم بشكل او باخر في احتواء هذه الهموم او هذه الازمات، ويعني فتح انفراجه يعني قريبه للمشاكل الحقيقه اليوميه اللي كانوا بيعانوا منها. هو ما فيش شك طبعا ان مشاكل اصحاب المعاشات هي كثيره لاسباب ان القوانين اللي اتعاملوا بيها ظلت اكتر من ما يقرب من 45 سنه دون تغيير، وهذه القوانين كان فيها مآسي شديده جدا فيما يختص ب المؤمن عليهم او اصحاب المعاشات نفسهم. يمكن بالقانون الجديد اللي بدا، اللي هو القانون 148 اللي بدا سنه 2019 في ملف تصحيح المعاش او قيمه المعاش للي بيخرج على المعاش، يمكن دي هتختلف تماما، لان النهارده القانون الجديد بيأمن على التأمينات في وعاء واحد أجر أساسي ومتغير، بيصل النهاردة حده إلى 7000 جنيه، وده لو اشترك على هذا النظام بيزيد كمان بنسب يعني متفاوتة سنويا. يعني 7000 جنيه دي بتزيد بنسبة 10% ونسبة كل سنة، فدي معناها بأن الناس بقى عندها فرص أن هي تاخد معاش يقترب بشكل حقيقي من الأجور وقت ما كانوا بيعملوا. أن العلاوة الدورية السنوية للمعاشات هتكون بنسبة 14% اعتبارا. لا، هي بنسبة، هي العلاوة الدورية للمعاشات بنص المادة 35 هتبقى علاوة تساوي نسبة التضخم بحد أقصى 15%. فالسنة يعني دي تفسير الجزئية دي يا فندم، يعني النهاردة نسبة التضخم لو افترضنا ان هي يعني من سنتين ثلاثة كان نسبة التضخم كانت واصلة حاجة و20%. تمام. الصناديق النهاردة بتقول لك لان الصناديق النهاردة هي اللي هتتحمل بعد كده قيمة العلاوة بعيدا عن الخزانة العامة للدولة. لكن النهاردة لو نسبة التضخم وصلت مثلا 16-17% انا هاخد 15%. لو نسبة التضخم نزلت ل 14% انا هاخد 14%. لان المفترض ان العلاوة بتغطي الارتفاع اللي بيطرأ على الأسعار في خلال السنة المالية نفسها. طيب قرار السيد الرئيس شامل كل أصحاب المعاشات ولا في فئات محددة ممكن تبقى مستثناء أو يعني لا، يعني لا، هي العلاوات يشملها هذا الأمر أو هذا القرار؟ أنا بالنسبة للعلاوات هو كل المعاشات المؤمنة، بالنسبة للعلاوة الـ 14% كل المعاشات المؤمن عليها مخاطبة بهذه العلاوة، فالكل هياخدها. أما العلاوات ضم الخمسة علاوات اللي هم أمر سيادة الرئيس بعيدا عن الأحكام وبعيدا عن هذا الأمر، لأن هيصدر بشأنهم قانون من مجلس، هيعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لإقراره بضم 80% من قيمة هذه العلاوات لمن يستحق هذه العلاوات. من يستحق هذه العلاوات هم اللي خرجوا على المعاش اعتبارا من 1/7/2006، لأن دول اللي تم الاعتداء على حقهم في هذه العلاوات، لأن اللي خارج 2006 المفترض إن له 5 علاوات، فانضم له علاوة 2005 وعلاوة 2004 وعلاوة 2003 وعلاوة 2002 وحرم من علاوة 2006، فبيبقى ليه علاوة واحدة. اللي خرج 2007 بيبقى انضم له 3 علاوات عند خروجه على المعاش واتحرم من علاوتين، فمعنى كده ان اللي هياخدوا هذه العلاوه هم اللي خارجين من 2006 وما بعدها. من العاملين في الحكومه والقطاع العام وقطاع الاعمال العام وجزء من القطاع الخاص اللي كان عنده علاوات نمطيه اتامن عليها وبلغ عنها التامينات وسدد عنها اشتراكات. يعني دول المخاطبين، ودول عددهم تقريبا بيصل الى حوالي 2.5 مليون.
طيب أستاذ سعيد، فيما يتعلق بقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم العلاوات الخمسة، ده حقيقة بيتطلب زي ما حضرتك قلت وزي ما احنا يعني عارفين انه بيتطلب من الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي اعداد يعني قانون يعني بضم هذه العلاوات الخمسة وعرضها على مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء بدوره يقوم بتقديم هذا القانون او مشروع القانون الى مجلس النواب الموافقة عليه ثم يتم رفعه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه. اهميه او ايه مدى الاهميه او الاحتياج ان يكون في قانون فيما يتعلق بهذه الجزئيه ضم العلاوات الخمسه؟ لا، هو القانون الزام، لان هو بالنسبه لضم هذه العلاوات احنا عندنا امرين، يا اما الرئيس يتدخل او الحكومه تتدخل او احد اعضاء مجلس النواب يتدخل بعمل مشروع قانون لضم هذه العلاوات، او ان المحكمه الدستوريه او اي محكمه اخرى يصدر حكم منها بضم هذه العلاوات، لان هذه العلاوات المفترض انها استبعدت بقوانين، فالمفترض انها لما تضم يا اما بحكم قضائي يا اما بقانون. فمساله ان هي بتضم بقانون دي مساله مفصليه، لابد ان يصدر بشانها قانون. واحنا كان فيه محاوله قبل كده مع النائب محمد وهب الله، احنا كنقابة ان احنا نسقنا معاه وهو دخل فعلا بمشروع قانون لضم هذه العلاوات، ولكن طبعا اما حد بيتقدم منها بالعلاوات دي من مجلس النواب طبعا الحكومة ممثلة في وزارة المالية بتقول لك والتمويل طبعا دخول النهاردة الحكومة بهذا المشروع الامر هيختلف تماما، لان بيبقى محدد التمويل بتاعه ومعروف مصادره، وطبعا قرار سيادة الرئيس في هذا الأمر بينهي الموضوع تماما وبينهي الجدل اللي كان بيدور حوالين هذا الموضوع. طيب يعني لأي مدى هذه الخطة وهذه الإجراءات الأخيرة اللي تم اتخاذها من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفتح يعني الطريق والأبواب ونوافذ الأمل المختلفة لأصحاب المعاشات لتقديم يعني المزيد من الإجراءات في الفترة القادمة بمشيئة الله تسهيلا وتيسيرا عليهم في يعني أخذ معاشاتهم بدون أي عوائق أو مشاكل أو عراقيل؟ بالتأكيد احنا بنشكر سيادة الرئيس على هذا القرار على اعتبار الظروف الاقتصادية اللي بيعيشها العالم كله ومصر جزء منه، لكن هذا الباب أنا شايف إن هو بداية لفتح ملف أصحاب المعاشات في نقط كثيرة جدا، واخد بال حضرتك؟ المفترض إن احنا نبدأ نتعامل في هذا الأمر على اعتبار إن أصحاب المعاشات هم قطاع مهم جدا من المجتمع المصري، وإن الناس دي يعني أقل واحد فيهم خدم الدولة مدد مش أقل من 35 و40 سنة، فلا بد من إن احنا مثلا عندنا في القانون الجديد صندوق لرعاية أصحاب المعاشات، يجب أن يتم تفعيل هذا الصندوق، يجب أن يكون في خدمات حقيقية لأصحاب المعاشات، يجب أن المعاش أن اللي عنده 70 سنة ما ينفعش أن هو يروح يقف في طابور في مكتب البريد أو أنه حتى يتحرك من بيته، يجب أن يتم تكريم هذا الرجل بأن معاش يوصل له لغاية بيته. صحيح. يعني دي أمور لابد من أن احنا نبدأ نفعل، لابد أن كمان يبقى فيه لأصحاب المعاشات لكبار السن فأصحاب المعاشات يبقى فيه كمان تخفيض في أسعار النقل العام في كل الوسائل المملوكة للدولة، لأن ده يعني حق أصحاب المعاشات على الدولة لكبار السن وأصحاب المعاشات تقدير وتكريما ليهم طبعا، ولان هم كمان يعني في ظل يعني مع تقدم العمر بيبقى عليهم احتياجات مختلفه. بالظبط بالظبط، عمليه امراض والشيخوخه والكلام ده كله، واحتياجات علاجيه ودوائيه والاهتمام الانساني كمان والمعنوي المفروض ان هم يعني ما يتبهدلوش في السن ده. يعني العلاوه لو كان يعني انا لي رجاء عند سياده الرئيس زي ما عودنا انه دايما بينحاز لكل البسطاء من الشعب المصري، يعني احنا داخل شهر رمضان وداخل العيد، فياريت يبقى فيه ان شاء الله يعني تكلفة العلاوة حسب الكلام اللي اتقال 7 مليار، لو هنقسمها على 12 يعني معناها ان هي بتعمل حوالي 580 ألف تقريبا، فإن يبقى فيه شهرين
يعني يبقوا على يعني يتم صرف العلاوه دي من شهر 5 اللي جاي احتفالا بعيد العمال واحتفالا كمان باذن الله بزوال الطاعون اللي بيجتاح العالم كله واللي بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى بدعوات المخلصين فيه انه يحفظ مصر سلمنا جميعا من هذا الامر مصر يا رب اجمعين باذن الله. انا بشكرك جدا جزيل الشكر. انا في نقطه بس اخيره برضو كنت عايز اتكلم فيها اللي هي موضوع ال 14% انا بتمنى ان يبقى لها حد ادنى العلاوه الدوريه اللي هتبدا من 1/7/2020. انا يعني بطالب الرئيس ان يبقى ليها حد ادنى لان انا عندي في ناس اصحاب معاشات بياخدوا 900 جنيه. الراجل ده علاوته كلها على بعضها هتبقى حوالي 120 جنيه او 122 جنيه. احنا بنطالب السنه اللي فاتت الحد الادنى للعلاوه الدوريه كان 150 جنيه. تمام. احنا بنطالب ان يبقى العلاوه دي لها حد ادنى يعني من 200 ل 250 جنيه. لان يعني عشان تتناسب مع يعني عشان الظروف اللي الناس عايشاها والظروف اللي احنا عايشينها دلوقتي بس هم اكيد طبعا في المقابل بقى في حسابات وفي موارد محدده وفي امور تمام اكيد تمام يعني تمام. لو يملكوا اعتقد احنا مش يعني مش دوري ان انا اتحدث باسم الحكومه ولكن يعني بتحدث باسم يعني الطرف والله الاخر احنا احنا لو احنا يملكوا احنا مليارات الجنيهات اكيد ان هم احنا بنتمنى ده باذن الله وليها حسابات وبعض التعقيدات ان شاء الله بنتمنى طبعا كل شيء بعنايه ربنا سبحانه وتعالى وبرعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نقدر يبقى فيه يعني زيادات ملموسه واحتواء حقيقي لمشاكل اصحاب المعاشات والمواطن المصري بشكل عام. انا بشكرك جزيل الشكر استاذ سعيد الصباغ رئيس النقابه العامه لاصحاب المعاشات نورتنا وشرفتنا يا فندم وكل سنه وحضرتك طيب والشكر موصول لكم ايضا مشاهدينا الكرام. بكده نكون وصلنا واياكم الى ختام هذه الحلقه من هذا الصباح. تقبلوا تحيات اسره البرنامج والى لقاء جديد.